السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير والنور والسرور والرضا والعافية. ناس بصبح أزمت متيلق، ويعني عنثر مشي البارحة والهوامة في القطارات، أصبحت بوي اليوم راسي تحراها تحر غادي غير بكشت ليلام من كبره. والحمد لله حين شربنا الكوفي وتيسرت الأمور، وبليس عاد يقول لي لا 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 لا, لا تبى تنزل ولا شيء، الدنيا باردة. قلت له استريح مكانك والدنيا عدلة وصفو، لا شيء مطر ولا شيء، همك الله ولا هم يحزنون، وإن شاء الله الحين باخذ لفتي وبرد إذا الله جعلنا من الحيين، وندار حديث ولا رمزة برمسكم وأنا تحت في الهاي البارك إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. وأموري طيبة وكل شيء زين، ومن حسن إلى أحسن، وحل الفراق وخاطري منكم ما طاب. هذا حين والله شو تحرون، حل الفراق وخاطري منكم ما طاب. هذه مشكلة لندن، مشكلة لندن، وانت ظاهر منها بتين، وانت آخر يومين تحس انك تبو كل البارحة. هاي ترى لندن من بد كل بلاد، على فكرة وايدين طرشوا لي خاصة من شو اسمها روما. يا الله يا فريج روما، يتني جميع المسجات، يوم انت تشكر على لندن، يوم انت تقول عن لندن، يوم انت ويوم انت. بلاك ما جيت بالبلاد اللي نحن فيها. قلت ابويا ما جيت، ترى جيت داعي. قالوا جيتك هذه جيت منك دعوه. قلت ان شاء الله ابوي جيت من الدعوه، عيوننا بتيكم روما. ارض الله كلها زينه، وارض الله كلها فنان، وارض الله لو ان شاء الله وين ما تكون كلها نعمة، نعمة تحت فوق التراب. وين الزين؟ تحت التراب، تحت التراب لاحجين علي، لاحجين علي، كاسن كل شارب انه تحت التراب. ما زينك الا الشمس يوم تظهر. تحت التراب لاحجين علي، مدام ابوي فوق التراب ما بخلي مكان يعد ويذكر. دام يحي والله يا ابوكم ما بيودني عن السير واليي، حتى لو على كرسي بسير وبي بلاني، اللي على كراسي ما يسيرون، يسيرون ويون لهم فنادقهم ولهم طياييرهم ولهم سياييرهم حياتهم، بالعكس مسوي لهم رفاهية أكثر عن الوادم اللي يدتشون بالأربع. فلذلك لا دمي مدامحي بيصير بي، لا حج بوي على الزربة في البيوت، ولا حج على النفسية والإيهاد والجو الكئيب. لا دام انت يا البني آدم رويلاتك شالت انك سر، ولا تخلي بقعة قز الدنيا كلها، مرة لا تقصر بعمرك. أما أنك بتازم ليالس في البيت وعندك بيزات وعندك إجازة، شي يلسك شل فريجك ولا شل عيالك ولا طز بروحك فرفر بالروح العزيزة وسر وين تبع. منو بيقول لك لا؟ بتيلس تحاكي لفلان وعلان، هذا يجمع بيزات وهذا عنده وتيامع بيزات، لانه ما يصير ان شاء الله. عيل انت ابوي يشبه عمرك بهاللي ميتين على الدنيا، ابوي يجمع البيز ما يوجف من استوت الدنيا، البخيل موجود والكريم موجود. يا اخي الادمي ابوي ما يود على عمر، يحرم عمر من السير واليي، ما شي كالف. لا والله بسير وبي، يا رب انا مساعد خلاص من اوصل هناك ورا البحيرة اللي هناك. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. لا شو بعد هذا؟ زي قول صباح النور. انت وين الحين؟ قدام الباب. وين بتسير؟ تسير الحين؟ تريكت لبعك انت اصلا؟ انا تريكت لبعك؟ الحين صار تريكت صح؟ مكان فنان اللي بيسيرون له؟ وايد فنان؟ سار اللي من قبل انت؟ بعيد لو جريب؟ بعيد لو جريب؟ قريب. ايوه تكسي لو مشاي؟ تكسي. قول لا عزر علم مقولها ضروري توديني مشي، اذا جريب سير مشي حبيبي. ولا اي واعه؟ يعان انت؟ حبري. لا هاي هوائيه. لا صدقيه. يلا. ايوه هاي صدقيه. Good morning بو خادم. Good morning بو خامد. كيف يعني زين اللي ما بغمت يعني على غفلة. بدون موعد. هذا أبوي ريوق يعني اليوم.
كل يوم كل يوم تجيل تجيل تجيل. لا اليوم شوي خفيف خفيف. كنت راح البارحة في الليل سمعت أنا هواء قوي ريح يت في الليل، وأصبحت أبوي الحديقة الصلوب الشير كلها متكسرات، الصلوب هاللي تشوفونهن كلها متكسرات. ودق لي عاده قبل شوي يسمونه خالد، سمعت الهواء الصبح في الليل البارحة الريح؟ قلت والله كني سمعت، لكن سويت عمري ما كني أسمع شيء، أساس أخذت الورقد وختلت. والله أخذت والله ولا أدريت في الدنيا لين أصبحت الصبح والأمور طيبة يعني. لكن لو نشيت في الليل سمعت الهويات وشفت الشيار يتمايل عزة الله أبوي تروعت، لكن أبوي أحسن لأني ما وايكت من البلكونة. هي روحي لمرأة إيلس عاد أنت إيلس بارك الله فيك إيلس يا رجل خف علينا. لا والله بصير وين تلفلج. أيوة كمل الظاهر رايح حليلة حليلة. من ضمن المواضيع الله يحفظكم شيء يعني حد يعلق على الكلام، يعني كيف تقول مال البلاد الفلانية حلو ومال البلاد الفلانية مالح قريج؟ إنزين عدد نوعية هم البشر أنا ما أرد عليهم، يعني مثلا اللي كلموني من هل الدمام واللي كلموني يعني وايدين ردوا علي من هل الشارجة من هل يعني تعليقات كانت وايد حلوة، يعني مستغربين يقولون يعني كيف انت تعرف هالمواضيع؟ بل انا ما اعرف هالمواضيع، ترى قلت لكم ما اخلي بقعه ولا اخلي دار ولا ديره من يوم انا ياهلها من اليوم، فلذلك في الدنيا هذه كلها اللي تشوفونها في امور الطبخ الاكل الييه العلم والخبر يعني الزراعه الطب الدويات في كل شيء. لاني انا شوف انا من استويت شوف هذه فائده السير والييه، لازم اللي مش معقد ويصير ويجي تلقطه وين ما حطيته يسلك في كل أمر من أمور الدنيا. اندار حديث شارك فيه، أنا أتوقع هالشيء أخير يعني منك تغدي باياه مغفي الناس ترمس هيداك اللي تصوخ، لا بتصوخ وبتشارك في الكلام بتشارك في الحديث في كل موضوع في كل موضوع، لأني أنا من ربي خلق في سير ويجي، فلذلك اكتسبت خبرة في البحر والبر والجو والسير في كل شيء. اللهم لك الحمد، وهاي روح نعمة اللهم لك الحمد. فلذلك اللي يرد علي برمسه كيف انت تقول عن البلاد الفلانية بلادنا فيها ما خريج؟ لا 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 نحن ما نستوي. زين تبوي متى استويت؟ لازم تقول انا اللي هنمونه ما رد عليه، اقول ابوي حدد انت منو اسمك وفصلك وعلمك وخبرك وكم عمرك اهم شيء، على اساس اني اروم ارد عليك ولا لا. ارد على الانسان الإنسان اللي ما بحب كل من دق طبلة قلت أنا قبله، وكل من أبوي زقر بتوايب كم بوذل، وايدين اللي أبوي رمستهم اللي تفليط في الرمسة ولا عندهم لا موضوع ولا شيء، بس اللي يبون يشدون الانتباه ويرمسون إذا أنهم رمسوا في سناب أو في يوتيوب ولا في أي مكان التواصل الاجتماعي، يبون بس يشدون النظر يحطون موضوع يتحرون الشهرة ويتحرون كلمة والنعم بتيكم، ما بتيكم كلمة والنعم حين انتو يوم تكسرون عزوم العرب ولا انكم تكسرون المياديف ولا انكم تحبطون من معنويات كان رجال له حرمة الحرمة حتى اللي ما تعرف للخدمة يساعدونها يعلمونها يراوونها ايش قايل، لكن انتي حرمة تخدم شيء ما يتشاهر بتقول مدحوه ما حبي يمدح، اللي قبل اللي في البيت يوزلهم الأكل ونيازلهم وطلع ذوقهم يشابه ذوق عربهم وايدة الناس الأغلب بيوزلها، لكن يوم تحيدين كانت خبستي ولن عين ريج وان طبختي ولن تهم ولا ماسخ ولا يعني شو بقولكم أمورهم وايدة. بس عليكم عاد بنرمس خلاف مفروض أني أجري وما أوصل البحيرة الطرف هذاك برمسكم. وين صار؟
دبي هاك اليوم أجري في حديقة الخوانيج جدي جاي من لندن العام في نفس الوقت وأشوف شيء يتراكض تحت صار عن بالي أني أنا في حديقة الخوانيج وقفت وإلي أصور طلع قطيو صغيروني نسيت عمري أني أنا في الخوانيج سبحانك يا رب هي والله كان التصوير مرة لايف حبيت السنجاب شوها حمام لندن الأولي حمام الأولي مرة حمام لندن المتعارف الطريق اللي أنا أمشي بك اليوم ها علي تشوفون هذا الطريق مسكر هذا اليوم عذر العاصوف اللي أو الريحة شيار متكسر ترى من كثر البرودة ييبس الشيار نحن من كثر البرودة ييبس الشيار ويتكسر ويطيح وهم من كثر لا نحن في الخليج يعني أو في الإمارات بالأحرى من كثر البرودة من كثر الحرورة من تيبس الشيار انكسرت وغدت وجيد عندهم لا من كثر البرودة ويه هو عاصف قصف أجلها وطاحت الشيارة طاح ركم منها لو بترزها مكان ثاني ارتزت تصبح خضراء لو عندنا نحن هاليدوع ها عيونها عيال لبيه يدع وما تيدع وشطف ما تشطف وجيد العبوب هلا تنو فرد ها شوف ها شو الدنيا طايحة كل هالدنيا مجلة هو أقولكم يا في الليل أسمع الدرايج أنا قرقع وقرقع سويت عمري مرة أصلي ما في تميت وايج زت الله طار الرقاد الدفعة ما تلي دار اللي مشاهد الهايد بار كلها من يزاز وأنا ما وروحي غير ينينوني الحين أنا طالب الجاكيت اللي الحين لابسنا هنا هذا ما أخذنا من نيوزيلند يوم صرنا العام هبالعام قبل 7 شهور وأنا أبوي ما يبتعده وياي ما توقعت إني بحتايله يبت إخوانه عندي شراته يا غير عاديات يعني يلبسن يعني هاللي ضاري رمست واحد من الربع وصار البيت وشلهن وطرشن بدي يشل واليوم درعت بهن والله خليات اليم لابج ضوء وايد زين هذا الشيء لكن ما أعرف شو اسمه هذا أو هل إنه موجود عندنا ولا ما موجود لكن هذا بيعون البلاد اللي فيها ثلج بس أقولكم البارحة أنا حطيت لكم رابط على صورة سليمان القصار الرابط هذا الله يحفظكم للي يهتمون بالفنون فنون الخليج وبالذات الفنون الشعبية الكويتية فسليمان القصار من أكثر الناس اللي مهتمين في هالمواضيع في دول مجلس التعاون فنان وبيخبر موجود مقابلة وايد طويلة تختص طريقة الغناء الأول يوم يجبلون على بيت المعاريس يوم يشلون الزهاب هم يسمون هالدزة عادة أو يعني يوم يدخلون المعرس في الخلة اللي هي الكوشة يعني مواضيع وايدة يعني فشي جميل انك انت طالع فنون الأول الأغاني هاي وين أصلها وين يايم وين من حدرة الأغنية هذه أو الطرب الفناني شو أصله شو أصوله وين ياي شو كلماته ما يقال أول ما تدخل العديد بيوت المعاريس وما يقال وقت ظهور العديد من المعاريس ويدخلون المعرس ويشلون العروس اللي هو يعني كل وفنه ومذهبه وطريقته يعني شيء فنون عد القصيد عد القصيد في الحربية وعد القصيد في العيالة عد القصيد في كل شيء كل طرب وكل فن له قصيد وله أهازيج وله كلمات وله معاني وله طرق فلذلك عيبني المقطع مال سليمان القصار ونزلت لكم إياه مثل ما بعض الأحيان أنزل حربية أنزل شلا يعني اللي أشوفه ينيل شو بعد ينيل ينول استحساني ويعيبني أنزله لكم أنزل الشيء اللي عيبني أنا
ما يعجبني مثلا يوم الحربية فيها موسيقى ما تجوز لي. نادر نادر انا احب الحربية الأولية، احب اللي بدون موسيقى يا غير ما يعطي ما في مشكلة يعني اذا تدور فيها موسيقى وانا معزوم في مكان. هي كان اني انا استطرب للحربية اللي بالموسيقى لا، انا تجوز الحربية بحنها الأولية الشلة الأولية، كان انا حصلت بموسيقى مش معناته انا مبزينة. أذواق الناس كل على ذوقه، وأنا في الفزعة بعد ما بغير على العرب. Good morning أنت. صباح الخير. ما كني ما شاورتك إني بصور؟ لا عادي خلاص. ما شاء الله عليك ما زينك يا وسار تعرس أنت. صار يمونك يمونك. آه. صار يمونك. هيا شوفه. يلا الله يحفظك. حول أمري. دب ربي لو متبي. لا والله. دب ربي. وأنت من العين؟ لا انت شيفك البشره بشره عيناوي ما شاء الله عليك. تعال خلها لك عيونك. انا صدق انت حينه هرمت لي قلت اكلها صدق. اي والله اني صادق وعلى شيء الصدق. كيف احيدك تريق في نورة زين خلاص يوميت نورة لقيتك مصور في مقام الحديقة. انت الحمد لله يا عيني. اي نعم خلاص جيت الحديقة بلقاك في المطعم صادفني عند الباب صارت الدنيا. شت قايل؟ هاي روح النعمة. هذا مسعد حظي لأن جيت قبلي. الله يسر أمورك ويحفظك. رد سأل أنت جايين وياي في نفس الطيارة ولا؟ لا 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 طيارة الليل. أيوة أنا طيارة الليل. لا لا الله الله في عمارك. متى متين سايرين؟ باكر في الليل إن أنا ورا بكرة. لا الصبح صح؟ الجمعة المساء. أوصل السبت الصبح. يلا مع السلامة شباب. بداية. تودا قال لي ياسر بن خدي ابو محمد يا ربي مكان خالي والله ما نوره حتى ما تتشاهد يوم ياسر محل، لكن ان شاء الله احنا بيس الحين باخذ فيني القهوه وبرد السكن ببد بتسبح وبصلي بخلاف بعد شيء برنامج غير معلن. قالوا برنامج اليوم الله يحفظكم مش معلن انا مال الغداء وما غير غداء وما لا 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 هذا كله غير معلن سري. اي نعم وما بعد الغداء بنرمس عندكم وبنسولف. الغداء سري وما بعد الغداء مش سري، ما قبل الغداء مش سري، لكن الغداء ابوي اليوم توب سكرت. يلا بنرمس غير هالوقت. وهاي الله يحفظكم قهوتي قهوة الصبح اللي من عند وين؟ من نوره. اي محل نوره اخذها الصبح لي هاي تكون عاد مضبوطه ودبل وغليظه وبوش. لازم دبل مضبوطه وغليظه وبوش وبس وسط ربعيها هني اسطع لك الكويب واكمل طريقي لين فندقي والدنيا مطرجه. كلها سوت قهويت وعيرت من الله خير جيت ربعتي وسولفنا ورمسنا وودرت ساي راح يفندق. الله يحفظكم ببدل وبتسبح وببدل بعين الله خير. فتحت توني رسالة فيها واحد يغني هاي الغنية الغاوية بغيت أشكره ما هو حالي عدرا مستنزين وفنان بغيت أرد على حسابه ما عرفت يعني كل شكل وتقبيل على الكلام الجميل بس ما أدري بعد الإمارات ولا في خارج الإمارات أظني هو من يا هو أسمر ياس على كسي حاسن وغنى غنية وعد قصيدة غير ما أرد أرد عليه ما هو حالي هي أبطأ لك اليوم خلص على نفسك رديت على حسابه ما عرفت هذا. المهم شكرا جزيلا بشيركم عرفت حساب ورديت عليه هب عرفت ما أدري شو دقيت وظهر لي ظهر لي واحد من فيديوهاتها بعد ما تبطل كم رمس عاده 10 دقائق هو يسوي مسجات انا ابوه من ظهرت من الشراتن وحين جري بوصل فندقية وهو ما شاء الله عليه هل شايف اغناس وشايف القول شي يعرف وشي ما يعرف. يلا برا
عندكم القهوة لقيناها البارحة بعيدة ويبلي سموي عياله في آخر لندن يا غير ما فيها شيء مميز يعني أغلبية اللي يصيروا هناك طلبة اللي صورت لكم وإن يحمسوا القهوة ما أدري شو بس اللي فيها إن قهوة تنحمس قدامك شو يعني إنزين وقهوة تنحمس قدامك خلاف يعني بعدين شو هالشيء المميز شيء غير صهوار صهوار الحين ما بريحة صهوار العود الصنفي ولا شمطري ولا عنبر الزرق شو يعني اللي فوتخ صهوار ريت ما في شيء مميز يعني يستاهل عنوي يعني السبريسو وقطعانه والكابتشينو وما حاش حوش يعني ما في شيء مميز يرزى انك انت تعاني من دار لين دير عسبق هوا هذه ما فيها اي شيء يعني من قطار لين قطار ومن باص ومن سيارة ومشينا تنفخت روسنا المر تراكبوي الودي هاي مرت الهدف ما رمت اقول للبحر عاد الحين هل بيخبرونا كل هذا عديته كل نعد ابوي كل موجود على اليوتيوب كل ابوي موجود على اليوتيوب عديت علومه كامله ما خليت لا علم ولا خبر حتى عن هالجماعه اللي دور مداره هاي عن الاجيال اللي تخالفت عقبه ومنو اللي كانوا عدالها اللي تحتها الاوادم عديت السالفه كامله من اولها لين اخرها وموجوده على اليوتيوب اي نعم كامله مره ما خليت ولا بقيت عن شيء عد يذكر Come here, Khaled Khalidi, Koya Dubai. Boom. قال بي معك شباب خضر من كويا دبي بدك تجرب كويا عن جد لازم تجي تزورنا بدبي والمساء مش الغداء. كل هالعرب أبوي لبست من هالجواتي ها شفتوها وافجات وللمشي ماشي شراتن الرجال ها ما عارف منو صورت مني والطريق ما علي سامحني مرخوص. مو حلاق دبي لا ذا. إيه والله هذا عدهن. ما شاء الله عليها بعدنا بس الشرات لكن هاد شنها من الليدار جوتي لأخير جوتي هو من الجدام أظني وهذا من الليدار ولا أنا غلطة أبدك ما أنت غلطت يا أبو محمد متى ما أخذ هذا إيه هذا أقل عن شهر يا الفضيحة يا الليدار يلومي فيك الله يحفظك يحفظك إن شاء الله يمين شكرا قرب الله تعدو المر ولا تنقى يسكن إلا في نفس الفندق اللي أنا ساكننا قبل 20 سنة الحين هو بيسوي تشيك اوت بيصيرون عندهم شقه خارج لندن لان باكر طيارته بعد بنفسجي السلام عليكم سلام عليك وين وين الحين وين 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 يسمونه المر لو ساكننا قبل 20 سنة 20 أو 18 في منتهى الربع الفندق هذا ينقال عنه بوتيك بوتيك يعني لكن ما بضروري يكون الحجم الفندق وايد كبير وضخم حق يكون من أخيرهن هذا من أصغر الفنادق لكن في منتهى الروعة في سويتات وفي غرف عادية وفي أشياء وايد وايد يعني شيء يعرف وشيء ما يعرف منهن هناك عبد ما أقدر أصور أن كل محرمات الربع يتريون اللي بيصير شو تسوي؟ قد بأس أصور الضوء لا حجين عليها ابوي الضوء استغفر الله العظيم الله يجيرنا ان شاء الله منها اللي يصور ضوء يصور ود ارسلك على بر جنة ونار ما يستوي احسن انت سمى الله عدوك كم كملت في فرنسا 4 سنين شو كانت دراستك تمويل تمويل شو يعني تمويل فرنسي فاينانس ولغة فرنسية أبطيت لي أخذت اللغة؟ سنة؟ سنتين ونص صعبية يعني؟
والله نحو النحو بعد نحو بعد بالفرنسي والله زين خلصت دراستك صرت الكويت تعينت انزين شو الهواية كانت اللي انت صرت امريكا عسبها الطبخ رحت مطعم من امريكا كنت لازم اقعد عندهم بنيويورك تقريبا 4 أشهر ايوه فقعدت 4 أشهر بالمطبخ عندهم والله لكن الرغبه كانت موجوده اي نعم انت هاوي بالاساس اي نعم زين عشان اتعلم الطباخ ولا كل الطباخ ولا كل شو اللي جت فيه اكثر شيء شلون طبعا الدياي اها الدياي ضبطت عندهم كان امتحاني كنت لازم اطبخ المنيو كله خلال ساعه ايوه فطبخت كل المنيو ونجحت اعطوني المكان فتحت ايوه وحين فاتحين في الكويت شو اسمه مطعمكم؟ اسمه بونشون شو؟ بونشون بس دي اي هذا صح؟ معروف بالدي اي ايوه مفتاح عندكم ان شاء الله بالامارات انا بفتح باخذ ضحك وياك هالبزنس لك 50-50 ابشر عليك بالعافية يلا عاد انت بس تعطيني 50 نص بالنص نص نود واي عن الموت الربع ما بتعطيني بلا بلا ما شاء الله علي اليوم مرة عاد مسكت ما شاء الله تبارك الرحمن تختبن تبوي ترى كلمة تختبن هذه كلمة مال مسخرة يعني مال ضحك أنا يبها ولا ما في شيء اسمه تختبن تختبن هذا الفور سيلينج الفور سيلينج حاليا يسمونه فور سيلينج وقبل يسمونه تختبن اللي هو هذا البليوت اللي تحت الاطمامة في البيت هاي يسمونه تختبن الأول وأنا قبضتها عادة تختبن حق ضحك يعني وصارت على لساني مرأة بنسير الله يحفظكم معزومين على غداء مثل ما قلت لكم الصبح انه غير معلم داعيني انا ورباعتي بس وبنكون ان شاء الله خلاص في البكادلي وسوهو بنسير الله يحفظكم سيلفرج ضروري اسير لهم اليوم علشان 12 شخص هاي اللي احب اسوي لهم كابتشر ومظني عادي يميع الالوان المخلصات وما بظاهرات الحين فتحت دلعة ال ياسي صورني محسن أول مرة ما تشاورني يا ويلك مني زين فتحت دلعة الجاكيت حسب يظهر المديد سوين عليه إن ديسكاونت في أبو ظبي ورخاص 6 ريال عيبني قبل الديسكاونت كان غلاية ورخاص 70 ريال ما أدري بكم شو مكتوب ما أعرف له شيء مكتوب ما أدري شو هذا لا يكون شيء مبزين يا ابو المرة انقفض ابوي يلا خلاص يا مرحبا يا ابو محمد جود مورنينج مان هاو ار يو يلا ابوي يلا جاهزين طالعين يلا محسن جاهزين وسوافين يلا اليوم أول مرة أحفظ الاسم خيبة ما زين صغيروني لكن فنان وذف مرة مشاهد الهايد بارك مشاهد الهايد بارك وهذا فندقنا عدالة أول يوم صورني وأنا في حجرتي من الفندق كيف الحين أنت وين حجرك وين حجرك أي مكان هذه هذه من البلكونة والله ورمت تسوي زوم من حجرك شفت عادل مقواك بغاية خطفنا عاد عن كوية ورا الفندق هذا وهذا فندقنا الأولي ها شرتن باركلي اسمه شر والله حتى نسيت اسمه ترى يتريى التاكسي ايه ده هنمون ولا يرمس هذا يوم رمس حينه لا لازم بحرت ويه بكبر سويت عليه زوم من مدينة الضباب من لندن العيوز من لندن الفنان من لندن الزينة أبارك للإمارات حكومة وشعبا الوصول إلى النهائيات وإن شاء الله إقبال الكاس يا رب العالمين بجاه اللي ما تنام عين إن ناخذ الكاس يفرحون أبوي معازيبنا ونحن ما يحتاج ابوي نفرح الحين نحن ابوي فرحتنا العود من تفرح يفرحون المعازيب هذا ابوي الفرح هذا سعود هذا ابوي غايه المتمني
يوم عازيبنا يفرحون نحن بفرح بعينه هذا لنا. تبتدي حياتنا تبتدي سعادتنا من نشوف أبوي عجد القوم متبششه خواطرهم ويضحكون ومبتسمين بالفوز. هذا نحن هاي هي السعادة اللي نحس بها، السعادة الحقيقية، مش السعادة المدح والقرقعة والصدع والديان اللي ما لهم عنا. لا، السعادة الحقيقية يوم بنشوف الابتسامة على ويوههم المعازي ليفرحهم، هو اللي يبسطنا وليه يجعل الابتسامة في ويوههم. هذا يا ابوك نحن عشقه عشق اللي يجيب الابتسامة للمعازيب. ما بارك نحن قمة سعادتنا يوم نشوف سعادة معازيبنا مبسوطين، هاي هي قمة السعادة. والله يحفظ إن شاء الله الإمارات حكومة وشعبا، ويحكم إن شاء الله الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وعمان وكل بلدان المسلمين أجمعين يا رب العالمين. شكرا بابا محمد لأنك بنيت الفرحة في قلوبنا. أي بحينة في واحد من الجماعة من الياسين يقول لي إن شاء الله من نوصل بعزم في المطعم الفلاني. قلت لا يا أبوي، مطعم الفلاني تعزمني ونحن في الغربة، يوم بنوصل البلاد ولا بنوصل، وصلنا الكويت ولا ابو ظبي ولا دبي حسب التهون يعني ما يكون حد معين زين، يكون ابوي تعزمني في بيتك. نحن مرينا لي عزم قربه في مطعم، قلت له بتعزمني في مطعم اللي عزمني راعي المطعم يبشو حق مطعمه، انما بتعزمني شو المطعمة اذا في حال ان المطعمة بعد يوز ورقم واحد وولايتي وفنان واكل فنان ويوز بنطري، وان كان اكله لشرات ويهه مستحيل. شو خيبة قصوا الهند بريك. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى شيء يوم تنزل من التاكسي وحد غيرك يحاسب، احلى شيء احلى شيء يوم حد يحاسب. اي والله انا روحي ما يعيبني حاسب ترى تبون الصدق والله انا حبيبي وصلنا. سايرين على الغداء عاد الحين بنتغدى وخلاص بنرمس هالمطعم. هي بني هالمبنى ما ادري شو يسمونه، ركب وايد فنان رويال. شو رويال؟ رويال بيتر، رويال رويال ما ادري شو عاد. المهم المبنى يبني فنان غاب بغيت اصوره. على فكره هذا تشيز كيك مالهم، هذا التشيز كيك مالهم روح يا ابوكم اسطوره. في خاطري لو كان في خاطري اصور لكم اللي خطف هذاك كله يا ربي ياهو شيء ياهو شيء. أبوك هذا ما بمالنا مال كمبني كبار، ممنوع التصوير وممنوع كل شيء، قرب الله الكمبني ما طاع يخلوني أصور. هذا بعد شيء ما غير هذا، ها شوف على تكاليف الرنقينة تحت رنقينة على أوريو ما أدري شو بعد. هذا شيء بعد غير شو أقولك والله العظيم إنه أمور أمور. في خاطري أصور كم أبراي علي لي أصور يا رب، في خاطري أفر الكاميرا شيء على لي ما أبراي. Vanilla, uh-huh. Raspberry, and coconuts. Thank you very much. Pleasure. Thank you, thank you, thank you. أرب الله أي رجيم عن الله تأب والرجيم. أقولكم المطعم شو كلمة يجنن، المطعم ياخذ العقل يعني مش اللي ياخذ العقل بطريقة عادية. المطعم شو يعني ما استوى شراته في الكون. أنا أعطي لكن هذا أبوي مال أتون مجموعة وقت أحسن وقت له الوقت اللي نحن هنا حين هذا في منتهى الروعة. أكلهم لا إيطالي ولا غير إيطالي في الدنيا العظمى شيء مطعم شراته، لكن يبى ناس فنانين، ناس فنانين هبتي وتطلب المين كورس ما أدري شو كله أكلهم شوي بالبندوقة شوي 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 لكن تول شيء وايد وفوق عن الزين زين. هالمطعم مطعم فرنسي قمة على قمة وذوق قمة. يلا ما رم تصور مجموعة كل أبوي ما يبغى حد يصورهم ربي بمر التصوير. الله سبحانه وتعالى رحمني طرشي هذا بالمر، لو ما بالمر والله كانت وحكت يعني وداني أماكن ما شد يوم من أيام الله كنت أحلم إني أشوفه.
وكان برنامجي الأول من الفندق ركبنا السيارة سارين مكان الفلاني، خلصنا من المكان الفلاني ردينا ركبنا سيارة ردينا الفندق يلسه لين نهار ثاني. وعلى هالمنوال كانت سفرات تلوع الجب. الحين مرات اللي أسير سيدي في قيدي شوف العرب، العرب تشوفني أتعايش وياهم أعيش كأني أنا وياهم هم وياي. فلذلك السيرة غدي فرق السمع الأرض من سيرة العوامر يوم يدعي عليك دعوته يعل شورك ما بعندك، يعل شورك ما بتحت يديك، يعني تازم مولاي ترى ما شي شرات اللادم المولاي. لو بتصير ويا ليوا لنك اي مكان لو بيقطر عليك الماس ما بذهب ما شي فايدة مدامك انت مولاي، يا خير يوم انت روحك والله يا ابوك لو تصبح وتمشي على همبرجر وبسكوت اوريو وومبي وين ما تصير بعيد أبرك عن يلستن فيها الضيج وفيها الملل وفيها النفاق وفيها امدحوني وفيها وين أوديكم هو الزين وين اللي وادم تصير هذا المكان ما بغاوي. يسدك إلا راحت البال، يسدك إنك عايش يعني عيشة متهني مرتاح من الصدع والديانة، مرتاح من القال والقيل، ومرتاح مرتاح يعني من الصدع والكلام اللي ما يوجف والقال والقيل يعني مخوة الرجال اللي فيها خير. وايد مطلوبة انك انت وين تسير كان في الدار ولا خارج الدار ضروري يوم بتمشي وبتخاوي وبتسير وبتتعرف وبتيلس تيلس ويا الناس اللي فيها خير، لان مشاهد الانسان اللي ما فيه خير هذا ما يجيبلك الا العترة ولا يجيبلك الا المغثة. وين يعني شوف لادمي الزين والصحبه العدله ما ييكم وراها الا ذرور المسجد، ولادمي الكريم الخير ما تحصل وراه الا الكلمه الطيبه والكلمه العدله. هذا حال تمشي مع الانسان لي ودي ما تحصل لك كل شيء زين، والانسان الشر لو انه يتظاهر بالشيء الزين تراك انت تدري بحشو بطنه ان هذا يرمس الرمسه هاي اللي قدامك الحين من تعطيهم قفاك يا بطاري الناس كلها يلا قايته. مرحبا مرحبا مليون هالامارات كيف حالك؟ انا ريالي بسوريا ريال هلا مصير والله مرحبا سلام عليك. سلام كيف حالك؟ خير الله كيف انت؟ الحمد لله الحين صدق ما شيء بس تعال الحين الله العظيم انت خير نمور ساحر ابو شاف اسمك خالد انت؟ خالد عبد العزيز. شوف هذا اي واحد وجهه مدور اسمه خالد كل اللي واي واحد خالد تلقطه مغزز شوفه قصه ورمستي ما يندرب شو عنك انت ارمس وين وصلت؟ عن الربع وعن الصداقه وهذا كنت ارمس عني يعني وايام وراي وقاطعني هاي هو اظني هاي عرفوه من الحس كان حد يعرفونه من حسه يعرفوني من حسي جزاهم الله خير. فأقولكم الصداقة في أي بلد في البلاد ولا خارج البلاد الإنسان اللي تشوفه يبلك رمسه وقال وقيل هذا اغسليك من بعض. الإنسان مدام تشوف أن هذا متقلب كل دقيقة براي وكل دقيقة بشور وما له صداقات وكل يوم ستاف جديد وكل يوم شغلة جديدة وكل يوم بشاكير يداد وكل يوم عمال يداد وكل يوم سيائر يداد يعني ما له صديق. حتى ثيابه كل يوم ألوان غريبة كل يوم أكله يختلف
متقلب الآراء. هذا الآدمي يبغى حتى تروع منه، ما بغلب عن ما بغلب عني يعني. هالآدمي اللي هنمونه يجيك حتى وانت راقد ويسكرك عق عليك شيء يخليك ما تنصخ، لأنه ما بيعزله، ما بعايبنا عمره، ما بعايبنا عمره، ما بلا انت ما بعايبنا عمره. هالآدمي اللي من هنمونه والله انك تروع حتى تتصادق وياه. انصبرت عليه يوم، نهار ثاني ما بتروم. أقولكم أول ما وصلنا المطعم جماعة ريون قبلنا من حكى العادة تأخذنا. المهم أول ما حطوا الأكل صحينات على هالكبير تحرام جايبين حق يحال صغار، ها قنبو سنتين. عزم أبوي المساوق صحن ورا صحن وصحن ورا صحن، امتزرت بطوننا من هاك الصحينات اللي أهل كبير. لك نوع يا أبو، لكن ما شيء نوع يشابه ربيعه ولا شيء نوع ما بأخير عن الثاني. أكل هالمطعم الفرنسي فيه منتهى الروعة، يعني ما يخصه في هذا مال كويا ولا يخصه في الإيطالي، هذا شيء وهذاك شيء. غير هذا سكت عن الأولي والتالي. اي نعم، شيء لا صار ولا استوى. ما زين لهالمكان، ما تضيج ما تضيج، ولا تقول بتتملل، ولا تقول بيضيج بارضك، ولا تقول انك بتتضايق ولا شيات ولا بتطفر. تمشي تحت هالاغواس وهالجو الفنان وهالناس اللي فيها خير. هذا مسلم عليه وهذا يزقرك وهذا يقولك وين ساير وهذا يقولك قرب. لا قرب ما حد قال، لا والله قرب عشان قبل قرب تونا متغدين عند جماعة، وأنت متريجين عند حد، وما أنت عشاء عند حد، والقهوة والشاهي ما يودي. على ما قال بالمر وطحنت الزمان. هي والله والله الحمد لله نعمة، يبا الحمد شكر البلاد والله فنان هو زين هو قوي. وين ما تصدق البوتيكات ما بلاد تتشرع الفرجة روح الناس وتدفع عليها بيزات، ما بالك انت محصل لك فرجة وبلاش. Very good one. From where you bought this one? Well, these boots. Uh-huh. Boots are UGG. It's in Miyake. The jacket? Yves Saint Laurent. Leather or? Yes, leather. Okay. Hey, wow. Good one. Thank you. You're welcome. أكيد لا تعليق بعد التصوير اللي صورتكم إياه قبل شوية. داخل المحل وشفت هالرجال، قلت بصوركم لبس يا ابني. صدقوا عاد أنتم يا ابني لبسه، قلت بصوركم إياه لبسه فنان وطاول ورقم واحد. الحين صورتوني أنا ما صورتكم. صورهم زين. سلام عليكم. مرحبا السلام. كيف أنت؟ الله يعافيك. يا مرحبا. مرحبتين بالورد. هلا مرحبا. نص الليل ما شاء الله. هاي يقول طول نص الليل، هذا طول نص الليل. خذ طولي ترى. اي والله ما خذ طولي. ما خذ طولي. يعني الله يحفظكم. يلا مع السلامة. زين تعال ياي. ما شاء الله عليك. وانا كل اللي اصور وياهم كلهم قصار كلهم طوال، وانا اكثر واحد فيهم. انا اكثر عنك عاد. لا انت نفس طولي. انتوا شوف ريشكم وين ساكنين؟ هذا شارجه والعين. ايوه. وانت شارجه؟ نعم. ما شاء الله. الله الاول نحن راعي الشارجه من ضروسه. زين رخي. والله الاول اي حد تلقط ضروسه بالنيات عرف انه من الشارجه. وحين بي اظني من 25 سنه انقرضت الفصيله هاي لضروس السنبنيه، اتضح انه من الملول. والله المعلومه هاي 100% صحيحه. هذا مسحل يسحل الضروس. لا الناس اللي غيره كل عادي يعني تلقط شيء تلقط كذاك، لكن الضروس البنيه مشهورين عن هذا الشارجه. يلا لك سلام. الله يحفظك. منو انت؟ هو ار يو؟ محمد. هلا وين اسمه؟ ما يعرف. يو نو مي؟ يس يو فيس. والله عينيلك. يا مرحبا يا مرحبا.
مرحبا يا الله يرحمك على منور منور انت لندن. سالم سالم الكعبي نعم وربيعه سالم الكعبي بعد سالم ايه وعليه وهذا اخي مصلين هذا محمد الذباح والله شفت الذباح يا مرحبا محمد يا الله يرحمك على سيلفرج اليوم شو بقولكم يوم يقول لك عباس على دباس معناته الوضع في سيلفرج سيلفرج بالذات ما في شيء مزدحم في ستورات لندن كثر سيلفرج في موسم غير موسم أعياد ميلاد أعياد عادية ويكند ما بويكند العالم كلها في سيلفرج ما قد جيت طول فترة سيرتي ويتي على لندن هالدهر كله في الأماكن اللي غير تلقط أماكن في أيام الاحتفالات فيها حد وحد لا أماكن يعني يوم فيها ناس يوم ما فيها ناس لكن سيلفرج بالذات اللي يون أكسفورد كامل لازم يخطفون على سيلفرج فتوقع اللي راح مسيلفرج أنه في نص شارع أكسفورد وشارع أكسفورد ملايين أو عشرات الآلاف من المحلات عدا يوم أقولها ملايين يعني وايدات المحلات ملايين عنبو ما درجة ملايين المهم أنه وايدات محلات إنزين والمحلات الله يحفظه اللي بيهن لازم بيخاطب على السيلفرج ضروري على كل حال على هالأساس تلقى اللي يبي ياخذ شيء واللي ما يبي ياخذ اللي له راده واللي ما له ضروري إيك سيلفرج ليه الحاي واللي ما الحاي على هالأساس تلقى خلق الله ما خلق دوما مزدحم قيض وشتاء موسم بلية موسم خلق الله ما خلق فيه نحن خاطفين من ظهر من سيلفرج خلاص خاطف على راعي الفواكه وهاي الفاكهة الله يحفظكم أنا شايفينها في تركيا من سنة 90 92 93 في عز موسم البرد ما كانت توجد في أي بلد في الدنيا العودة بس في تركيا وعقب يابوا منها في جميع أنحاء العالم هذه ما هان علي خطوة خليها في خاطري ما بالكاكا اللي تبتاع في لبنان شابحها يا غير تنكل شرات أكل التفاح لكنها الشكر ريج اللي عنده سكر أظني بسك مليون السكر ماله شيء جنان Thank you brother بعد غرت مني ما فش أسوي هلا عدنا تبك ما تبي لا لا الله العظيم لا بس علي هنا هدول الفندق بتذني ما أبغى بس بهوتيل سري بتذني دول نزلي دول نزلي تحدوني قلت لكم هاي شرات البوتيك هو عبارة عن سارية سارية علي كل يوم أخذت في عدالة اليوم تبي خطفت قلت لهم بتراون شيء من حجر الفندق عرفتهم عمري قالوا إن شاء الله وهي والله فارق طيب وبس كنت بصاب لكم شو قاعد شكل الغلاف أنا في خاطري يعني شو قلت حيو حاي أول ما تشوف. So the first room would be an executive room. This is an executive room. Yeah. هذا so this is the size of our executive room. هذا الحمام. 30 to 36 square meters. خير وغاية رمس ما يدرى Say it again, please. All our executives goes from 30 to 36 square meters. 36 square meters. This is executive rooms. Yes. What does facing here? It's facing the back of the building. All the executive rooms are facing the back of the building. If you wish to have the view through the park, you should... Please? So if you wish to have the room with a view on the park, you need to book a junior suite or a one-bedroom suite overlooking the park. أيوة. All the executive are facing the back of the building. However, be aware that the shape of an executive room is exactly the same of a junior suite. The difference is made only by the view. So the executive are facing the back of the building and the junior suite all facing the front of the building. That's fine. Thank now you. Now we're going to see a one bedroom suite. Okay. And المكان اللي رواني اياه هذا executive room غرف شوي ضخمة. هاي المشاهدات ظهر الفندق. ظهر الهايد بارك. المشاهدات الفندق الهايد بارك سويت روم is it?
One bedroom suite. غرفة وصالة. الحين بروكم. هالرجال حليلة. طاية تحت. هاي بعد ما نجرب هنيو. من برا تضيع. هذا غرفة. One bedroom suite. As you can see, there is a living area as well, separated from the bathroom. And from the toilet as well. If you wish to see the toilet is bigger than the other room, you can please go ahead. Okay. No, nobody will see you. Alank. Alena. هذه الصالة اللي حفظكم. هاي حديقة هذا في لندن هلتين وهذاي هاي في لندن مروان واللي على فكرة اللي على يمين البناء ويسارها كلها تابعة حكومة أبو ظبي أو للإمارات يعني يلا الله يحفظ الإمارات وحدها كرهتي 500 pounds That one per night. The first room that I show you, 500. The executive room, uh-huh. more or less, it goes from 400 sometimes 600. It depends on the season, the occupancy of the hotel. Uh-huh. The one bedroom suite that goes from 900 pounds per night uh-huh. to a maximum of 1,300. It always depends from the occupancy okay. of the hotel and from the season. That one is 500. This one where we are at the moment, it's minimum 900 uh-huh. and maximum 1,300. Okay, and the other one? And the other one for minimum 400, uh-huh. maximum 600, 650. أي بين اللي قبل الاكزيكتيف رومز اللي ما بنشاهده عند الحديقة بين ال 400 و600 وهاي بين ال 900 وال 1200 وايد زينات وفخمات يعني وشكل جميل و يسدك الموقع يسدك انك في عين الماء يبيع ويشتري فندقية بلك كوستمية تودي هذا الحجرة هاي اللي قبل شفتها نفس حجم نفس سعر حجرتي غير هاي شفتها الاكزيكتيف رومز تبيع وتي يضحك يوم سمع حسه تبيع وتشتري في حجرتي ونفس السعر قميضة اني سكنت في هاك الفندق اللي ما يتشاهد هاك الفندق الاول ما حد ما شي فندق اخير عنه اختس خسية غدا ما يسوى جفطع يلا thank you very much my brother thank you الفندق هذا لأن بوتيك فالخدمة تغدي أكثر فيه أكثر مرنة وأكثر سرعة thank you very much أكثر العميل يأخذ خدمة أكثر الزبون اللي يسكن العميل يعني ولا هذا الفندق كل يوم ترى أصوره لكم ومرة مشاهد الهايد بارك واللي يسكن فيه ياخذ خدمة مركزة يعني أخيار عن اللي يسكن في الفنادق الكبيرة يعني هذا من وجهة نظر حدنا العرب يعني حد لكن احنا جماعتنا ما يحبون البوتيكات اللي هنمونه البوتيك هذا بوتيك واللي ساكن فيها بالمربع بوتيك وعدة بوتيكات شيء في جتية لندن شيء من البوتيكات أصغر عن هذا وسعره أغلى عن أغلى الفنادق العالمية اللي في الكون يكون عبارة كان أسرى قصر أصله يكون قول من قصر إلى بوتيك الورثة يجلبونه مبهام منهم منو اللي يسكن هام منهم إن الشخص اللي يسكن يكون يحافظ على الفراش ويبى السمعة إنك تسكن في القصر الفلاني لأن المكان هذا كنت تسكن فيه القيصر الفلاني ولا الملك الفلاني ولا البابا الفلاني ولا الماما الفلانية أم علي وأبو علي ولا لا يلا برايكم عاد والله مليون مرحبا وسهلا والله مليون مرحبا بريحة الطيبين الله يطول عمرك يا هذا يلا سعد قال لي منو أنا ما شاب حد حاولت قال لي أنا ولد واحد أنت وايد يوزلك ذكرت ما لقيت حد شيء وشرت في بالمزارع بس شو رأيك محمد إيه لكن طلعت أنت ولد طلعت ولد لبناني لا 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 تولد بالكورة أبوك كبره جميل أبوك فنان تدري أبوك الأول كان بطل ما سيايير نعم الأول في لجنة الشيخ لي في العقارات كان الأول نعم وأبوك رجال طيب فنان وزرقي وابتسامه وبس ك
كل كل ما في ابوك زين على عمرك طويل والحمد لله انك ظهرت علي الله يحفظك الله يسلمك تلاقى في الطياره ان شاء الله يا مرحبا تمنو الحين بعد حبيب اكرمك يا لك تسلم الحمد لله انك اكثر عني مصر كل اللي يجون وياي كلهم اطول ابوي خالد تجي هالرجال كم اطول وانت حليلك الله يسر امورك الله يسلمك كرم بغبي هلا الله يحفظك شو ما صورته الله يطول عمرك سلم ابوي هذا الرجال انت حفيد هالحرمه اي نعم حيد من الحرمه اللي طرشت لي الصور اللي امس طرشه ولا ما حطيت انا الاستوديو بلا حاطنا في الاستوديو مالي استوديو ستوري ستوري مالي هذا ابوي حفيد هالحرمه اللي تتعالج الله يطول عمرك وما عرفت الا من منه والله فرحت انا بمسالته الله يويك الله يرحم والديك ان شاء الله جزاك الله خير ود سلامته على اهلك وعلى كل من يعز عليك الله يعني بداك الله ما لي بالترشيد ما لي بالترشيد على الله يعود السالم غانمه وتغنيه بخير وسهاله خبر تعالجين في تايلند ان شاء الله انه ما عليك باس الله يطول عمرك مع السلامه مع السلامه وانت والله عليك خبو تميم نعم اي مايد الى الله وين ارضه وين سماه مونا في المونيا حينا ابو ظبي ولا في دبي هنا لا عزوم الرجال مالك حليلك يا مايد مايد الهابي رجال طيب هذا اكل ساعات والله هنا خوره يخو لا ما يخورها يعر على يم ظنك كيف حالك شيخ كيف انت حالك والله مرحبا بكم وسهلا بعدكم طولين في لندن وياك راضي ورا باكر راضي قول والله طياره الساعه كم العصر ان شاء الله انا الساعه 8 ابوي تولايتي انا وصل الفجر السفر روم لكم محمد روم نسي شراب ما روم لك الغالي الله يحفظك وخليك شوفكم السلام على مايد الله يحفظك يا محمد